الان الاخوان تبدا العمليه يخرجوا البياسه اللي كتعقم الشخص اللي يدخل للوبيتال كما كتشوفوا الاخوان دابا. كمين الرجاء لاحظوا معنا بعد قليل يتم تخريج الماكينه اللي كتعقم من هذا اللي يدخل للوبيتال بدا يتعقم. انا ما كنظن مدينه العرائش مقدمه بزاف 100%. الناس اللي خدامين في الصحه كاملين كيقوموا بمجهودات كبيره باش المواطن يبقى سالم 100%. كما كتشوفوا الاخوان الكاميون الرجاء اما يهبطوا الماكينه تبعو تشوفوا كيفاش دايره. اي واحد يدخل لوبيتال ديال مريم يتعقم مباشره. بقاو معنا. هذه اوتوماتيك تدخل وسط الماكينه تخرج معقم كما كتشوفوا الاخوان. كما كتشوفوا